بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حال الرياضة من جديد عبر سودانية 24. هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما بكل الأحوال الرياضية، بكل الأشكال، بكل الفقرات، بكل الرؤى المختلفة. هذا البرنامج الذي اهتم بالأندية وبالمنتخبات وأيضا بالاتحادات وبتطوير الرياضة في السودان، وأدخل برامج التحليل الحديثة. هذا البرنامج اللي كان تفكيره المساهمة في نهضة البلد وفي تطوير البلد وفي أمان البلد وفي سلامة البلد عبر مدخل الرياضة، لأن الرياضة تستطيع أن تبني جسور لكل الفئات المختلفة. الرياضة نستطيع بها أن ننهض بالسودان إلى آفاق أرحب. نحن الآن نمر بمنعطف وبمنزلق ونعاني، ولكن كلنا أمل في أن ينصلح حال هذا البلد، كلنا أمل في أن يعود السودان رائدا قائدا، ليس في مجال الرياضة فحسب الذي أطلق تأسيسه وأطلق اتحادها الأفريقي وفاز ببطولات الأمم الأفريقية التي نتفرج الآن نحن على أدوارها الإقصائية. أتمنى أن نعود لكل ذلك، لكن عبر بوابة وطن آمن مستغر يسعى الجميع. لا فيه إقصاء ولا فيه اقتتال ولا فيه حرب ولا فيه قتل. بلد يحفظ كل أبنائه ويحافظ عليهم. الشباب هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن الكبير. وما دام تتحدث عن الرياضة لا تستطيع أن تفصل الرياضة عن كل المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والشبابية، لذلك ربطت وزارة الشباب ثم الرياضة. أتمنى أن نشهد وطنا مزدهرا كبيرا قامة متطورا يسع جميع أبنائه، وأتمنى أن تتوقف الخلافات والاختلافات والتباينات والإخصاء والاقتتال والحرب. لدينا في الرياضة خلافات، ولدينا أيضا في الرياضة تباينات، في النادي الواحد وفي الاتحاد الواحد وفي أيضا في المجتمع الواحد وفي الولاية الواحدة وأحيانا في المجلس الواحد. هذه الخلافات هي التي أقعدتنا كثيرا، سواء كان خلافتنا في الرياضة أو خلافاتنا على مستوى قيادة هذه البلد. القيادة ليست في حد ذاتها، ولكن هذه القيادة ليس فقط منصب تتشرف به، إنما القيادة هي في حسن تدبيرك لأبناء وطنك ولشبابه ولأحلام ولتطور ونماء. سنستمر في أداء رسالتنا إن شاء الله إن مد الله في الآجال، وسنستمر إن شاء الله في أن ننشد تطور الرياضة وتطور السودان من خلال هذا البرنامج ومن خلال البرامج المختلفة عبر شاشة سودانية 24. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حال الرياضة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بالتأكيد في الوسط الرياضي الحديث الكثير والكثيف عن انطلاقة جديدة للدوري السوداني الممتاز، الحديث عن كثير من التفاصيل في هذا الدوري من الرعاية والبث والتسويق، ما الجديد وماذا ستستفيد الأندية وما الذي سيقدم للمشاهد من خلال هذا الموسم. تفاصيل كثيرة حول الدوري وتفاصيل أيضا حول التسليم والتسلم في اتحاد سوداني لكرة القدم، تفاصيل جمعية عمومية قادمة، وتفاصيل أيضا فيها خلافات وفيها شد وجذب وفيها كثير من العناوين التي يمكن أن يطرحها المشاهد ونحاول الإجابة عليها في هذا البرنامج من خلال ضيفنا في الاستوديو رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم المكلف الأستاذ طه فكي. أهلا وسهلا مرحبا بك. أهلا أستاذ العزيز، وأهلا بك وأهلا بمشاهديك، وأتمنى أن أنا وإنت نقدم
حاجة تفيد المشاهد فيما يدور في الاتحاد السوداني لكرة القدم. نعم بالتأكيد هذا ما ننشده من خلال هذا البرنامج. والاتحاد الآن دائما في السودان تعودنا على أنه كل اتحاد خاصة فيما يخص التطوير عندما تأتي وجوه جديدة أو يأتي اتحاد جديد، خلينا لأنه الوجوه أحيانا ليست جديدة بالكامل، ولكن عندما يأتي اتحاد جديد فبالضرورة ستحصل جراحة قاسية ونبدأ من الصفر. لماذا الذي يسأل عنه المشاهد، لماذا عندما يستلم اتحاد جديد لا يكون مكمل لبرامج التطوير والتنمية والتخطيط التي وضعت من قبل الاتحاد السابق؟ لماذا دائما نحن نختلف في من يحكم الاتحاد ولا نهتم بالمنهج الذي نتركه لأجيال من خلفنا ولشباب من خلفنا يكون مطورا للرياضة؟ أولا أنا أتم هذا يعني استغرابك أنت ده أنا مستغربه، وأنا وجدت الاتحاد وأنت يعني رئيس الاتحاد لم أجد رؤية واضحة ولا أجد برامج واضح. نحن في مجموعة التغيير قدمنا رؤية في الحملة الانتخابية لستة محاور، والآن نحن نعمل فيها بكل جدية. قد ننجح في كثير منها وقد نفشل في كثير منها، لكن نحن الآن ماشيين فيها. واحد، البنية التحتية. الثاني، العمل الإداري. ثلاثة، التحكيم. أربعة، الفروع القومية. خمسة، الاستادات. البنية التحتية قلت عليك قبل أنا يعني البنية كلها، لكن الآن نرجع للاستادات تحديدا. فنحن عندنا ستة محاور ماشيين فيها كويس، عندنا أكاديميات. نحن جينا لقينا الأكاديمية دي يناخ فيها البوم، لقينا الاتحاد ده إمكانيات صيانته موجودة من الاتحاد العربي ولم يوصلنا عدة سنوات، موجودة الإمكانية موجودة، والاتحاد العربي يعني جاهز عشان يرسل من يصين، لكن لم نجد شيء. فنحن ما لقينا حاجة وبدينا من الصفر لأنه ما في حاجة. طيب قد يسألك أحد يقول لك أنتوا استلمتوا الفريق القومي ليه ومشيتوا غطر واتغلبتوا كده ليه؟ نحن نعمل شنو؟ ما عندنا خيارات. ده التزام غايم، لابد من مشاركة السودان في هذه الدورة العربية بتاعت كاف، ما عنده بتاعت كان بتاعت سوري كاس العرب بتاعت كاس العرب بتاع فيفا. فأنا لازم أمشي. نحن مشينا، عرفنا مواضع الخلل. الآن نحن بنبني في فريق، بالرغم من الناس يتحدثوا أنه المنتخب دفع فاتورة غالية بسبب هذا الانتقال في الفترة كان الإعداد الأول حاجة السوق. الناس في البداية الجراحة كانت مزعجة، ونحن لكن تحملنا بدرايتنا وبمعرفتنا وبرغبتنا في تغيير. فنحن تحملنا ما صوب إلينا من أسهم وسهام، وتحملنا هذه السهام يعني وكانت حارقة. يعني ما أفتكر أنها كانت بالسهولة، لكن احنا سعيدين يعني المسار ظهرناه في كاميرون. أفتكر لأي زول عاقل ويميز ويعرف كورة نحن الآن وضعنا لبنة للوضع الصحيح، ونتمنى أن يكون هو الصحيح فيما يخص المنتخب. نعم طيب بالتأكيد للمنتخب مشاريع طويلة، هل من أمر مطروح فيما يخص استمرار الجهاز الوطني المحلي، أم هناك خطط لجهاز فني أجنبي، طاقم جديد، كلية؟ ماذا عن المنتخبات الأخرى؟ ما هي الرؤية الواضحة الموضوعة الآن للمنتخب؟ الآن المنتخب عنده مشاركتين اللي قدام لابد من يجهز فيها بهذه الكلية ويضاف عليها ويخصم منها. الشيء الثاني نحن بصدد إعلان الفرق القومية الأخرى اللي هي المنتخبات بما فيها الأولمبي والشباب والناشئ، سيكون كادر تدريبي وطني، كادر تدريبي كله وطني. والآن جددنا الصيغة، المجلس جدد الصيغة في الجهاز الفني السوداني، وبرضو كل المنتخبات دي حتكون سودانيين. نحن الآن لن نلجأ للأجنبي بقدر الإمكان لأن عندنا كوادر والتجربة، ما أنت أصلك يعني التجربة هي اللي بتسد الأشياء. يعني الآن الطاقم السوداني نجح فيما فشل فيه، راضون عن ما قدموا في الكاميرون تماماً 100%، وأنا أفتكر نحن نتطور معهم. والآن نحن في الترشيحات، يعني بتوقع لغاية يوم الاثنين تطلع غوايم لمدربين سودانيين بتعاقد. برضو نحن يعني جينا لقينا ناس متطوعين، يعني في أجهزة الفروع القومية
نفتكر نحن التطوع ده حاجة كويسة، لكن المتطوع ده لا يحاسب. فنحن دارين نعمل عقود حقيقية ودارين نعمل ترتيب حقيقي. ما كانت في عقود في الفترة الماضية والله، بس كان ملزمة. كان في لود وأخونا خالد بخيت، لكن الناس التانيين ما عندهم عقود. يا حمد كمال، محمد موسى و... لا أنا ديل ما شفتهم، لأن حيجيبهم لي يوم الاثنين إن شاء الله. لكن أنا بتكلم عن الفريق القومي الأول، لقينا في لود وخالد بخيت الناس متعاقدين، لكن أخواننا بتاعنا اللياقة وبتاعنا المعدات كلهم يعني حسب مثلا زي الفاتح بتاع معدات قديم جدا في الاتحاد، لكن هو عامل في الاتحاد، لكن وقت تجي تشوفه في فريق المنتخب ما بتلقى له حته غير انه بتاع معدات وما عنده حاجه بعرفها، يعني بياخذ مرتبه. فاذا العطاء منه صعب، فنحن دارين عطاء، بالتالي دارين ندي حقوق ونحاسب. يعني المنتخب دائما استقراره كان يمر عبر البطوله الكبيره، بطوله الدوري الممتاز. دائما ما تحصل مشاكل في التنظيم ومشاكل في الإيقاف ومشاكل في رزنامة الدوري الممتاز. سمعنا كثير من الوعود من اتحاد السوداني كرة قدم، وسمعنا عن الشكل نعم اللي سيكون جديد وسيكون ناجح بالرغم من أصوات المعارضة فيما يخص اللاعبين المحليين، وبالتأكيد لنا عودة في المنتخب، في أن المنتخب يدعم أحيانا بأسماء من الخارج. ما الجديد في الدوري الممتاز حتى يكون المنتخب منتخب مشرف؟ الآن نحن مشينا لبرنامج الكاف اللي هو نحن النادي أو الفريق ما محتاج فيشان ياخذ يعني يوقف أو شكاوى، نحن عايزين نطلع من الشكاوى. الآن أنت قبل المباراة بتاخذ كشف بصحيح كل اوضاع لاعبينك، يعني بطاقات لا البطاقات ما اصلها اللي مش البطاقات، لكن انت بيجيك يعني البشير لك اشاره من الاتحاد العام بانه اللاعب ده ما يلعب، يعني مش تلعب وبعدين نجي نحاسبك، لا ده بيلعب ده ما بيلعب، بيديك موقوف زي ما بتعمل اتحادات كثيره برا. ايوه برا. فيجيك اللاعب موقوف ويكون انت في تخش الموقع بتاع الاتحاد العام تلقى لاعبك هو وضعه شنو، يعني في تحديث يعني للنظام وللبرامج المستخدمه، برامج الكمبيوتر وبرامج الاحصاء وبرامج الرصد. طبعا حاسس احنا كوننا ادارات محترفه. الان نحن الرصد عندنا له اداره، التسويق عندنا له اداره، نحن حنبتدي نشتغل، نحن ذاهبين الى الادارات المحترفه لغايه ما نجي وقت انه حتى الناس المنتخبين في المجلس ديل يكونوا تشريعيين اكثر من انهم منفذين. تنظيم الدوري نفسه سيد طه، هل سيكون فيه إشكالات؟ كيف ستوفقون بينه وبين الرزنامة الدولية للأندية وللمنتخبات؟ هل سنشهد تأجيل كثير؟ الآن مشيت خطوة في التسويق، نحن جايين للتسويق، ولكن التسويق يتطلب انضباط في الخريطة، خريطة المباريات وخريطة الدوري. طيب أنا أبدأ لك من حتى أنت وقفت منها. هذا التسويق بقدر ما فيه قروش فيه جزاءات. نعم صارمة جدا. أيوة صارمة. الآن نحن ننشد احترافية، ونتحدث عن احترافية ونصبوا إلى احترافية، وأخواننا في الأندية يعني شرحنا لهم بقدر ما أنتوا حتلقوا مبالغ من المال حتلقوا عقوبات لو ما التزمتوا، ولازم الأندية والاتحاد كله يلتزم بما اتفقنا عليه مع الراعي. الراعي راعي محترف، هو يعني ده حقه، تمام. انت بعت له حاجه هو دايره بدون مشاكل، لانه هو بنفس الغدر يعني حيجيب الفلوس منين؟ حيجيبها من رعايات ومن جهات هو ملتزم لها انه ينفذ لها. صح. فبالتالي السؤال المهم الان بيطرح نفسه، هل نحن حنكون قدر التجربه؟ فعلا ده السؤال، ده السؤال. نحن لو قدرنا نكون قدر التجربه، ومن ميزات هذا الموسم انه حيكون في 4 مدن، دي برضه الشركة يعني مرتاحة عليها، ما في تأجيل كثير، ما في تأجيل، في برنامج واضح بتاع الفريق القومي، في وقفات، في تجميعات، كلها نحن مصطحبينها معانا في داتا واضحة، تمام. قد يعني تكون في تأجيلات بسيطة للهلال والمريخ، برضو نحن بصدد يعني إنه نحدد الهلال والمريخ ذاته كم لاعب حتى يتم التأجيل. طيب الأندية ما هي أبرز الأشياء المطلوبة من هذه الأندية لتلتزم؟ يعني أنت قلت ممكن تكون في جزاءات، ممكن تكون في عقوبات، الخطوط العريضة شنو؟ الأندية دي احنا جلسنا معها أكثر من مرة. أول حاجة أنا أشيد بهم وأشكرهم على التجاوب العالي،
وانا اول ما فتحت حديثي في الرعايه دي قلت لهم يا جماعه الحاجه دي صعبه ومفيده. نحن دايرين نمشي الاحترافيه ناخذ التجربه، ما دايرين نمشي الاحترافيه من هنا ما نمشي قدام. فانا والله شاكر اليوم اخواننا في الانديه تفهموا هذه المساله، والان نحن عملنا اداره وعندنا مندوب من كل نادي حيكون معنا في اللجان وهو اللي بيربطنا بناديه. انا بفتكر التجربه في شكلها ممتازه، واتمنى انه ربنا يعني نجحنا في التنفيذ. الان كل شيء واضح، نحن حتى التزمنا بالترحيل عشان نرحل الفرق، والزمنا الاولى في بعض الولايات ردوا علينا اثنين، وفي اثنين لسه ما ردوا علينا بالتسكين. الهدف تخفيف العبء على الانديه المشاركه في الاربع مدن دي والثلاث مدن بتاعت الوسيط. يعني الترحيل حيكون على الاتحاد تماما، وتعاقدنا مع شركه الساطع. طيب ده موضوع واضح، الولاة وخاصه في ظل الظروف الاقتصاديه دي نعلم الولايات ونعلم ما تعانيها الولايات، ففي التزام واضح ولا ممكن تحصل اشكالات؟ والله شوف، هو ما في التزام عليه، ما ملزم عليه الحاجه دي، لكن احنا تواصلنا وفي ناس مستنيين منه الردود يوم السبت والأحد. لكن انا ما اقدر اكد ليك. نعم، في حاله انه رد والتزام ما التزم على النادي، اصله هي مع حاجه اضافه. يعني انا بسعى لتحقيق نجاح اكبر معاك يا نادي، لكن النادي ما ملزم له، هم عارفين وواعينا. طيب هو تجربه الشراكه دي عائدات النادي حتكون كبيره؟ بيقدر شوف النادي ده، نمشي على الرعايه ممكن عشان نشرح الحته دي. طيب النادي ده عنده حاجه مملوكه له وحاجه مملوكه للاتحاد. طيب نبدا بالمملوك للاتحاد. الاتحاد عنده الرعايه كامله، لكن في حاجه مهمه، النادي ده عنده حاجه في لبسه حقته. الرعايه كامله بمعنى انه الرعايه حول الملعب، الرعايه لا الملعب ودي ما الشركه اللافتات ودي برضها فيها كلام، يعني ممكن اضيفه لك بعد ما امشي قدام. الان نحن عندنا لوائح قديمه غيرناها فيها نسب وتناسب. أيوة في الرعايه والبس. ايوه طيب انا الراعي والمبس بتاعي بقى واحد لحسن الحظ. طيب زمان انا كان عندي بنفس المبلغ، هو الراعي وهو الشركه الباس بس. تمام. فانا عندي زمان تجربه بتاعت 30% في حته و70% في حته. الان نحن وصلنا الى شراكه باتفاق مع الانديه انه كله يبقى 50-50، هم ياخذوا 50% ونحن ناخذ 50% من الرعايه اللي عندي انا. من الرعايه اللي عندك انت كمان مع الشركه، النادي عنده حقه براو. والان ده ماشيين فيه ونحن وبدينا فيه اجتماع. يعني ده من ال 750 الف دولار؟ لا، ال 750 دي 50% انديه، و 750 اتحاد. اتحاد ممتاز. بعدين النادي 75. النادي ممكن في رعايه وفي تسويق مع الشركه. في تسويق مع الشركه، واتفقنا كل الانديه اتفقت مع الشركه الان. الان بقينا في تنفيذ اتفاق. الاتفاق اللي نفذته الشركه، اللي دارت تنفذ الشركه 60% النادي، 40% الشركه، ويدوم مقدم 10,000 دولار للنادي وتحصل محاسبه بوجود عضو من النادي. يعني الشركه لو عايز توقع مثلا مع اي جهه حقوق النادي دي، لازم عضو النادي يكون هناي، مندوب النادي يكون موجود في هذه الجلسه، وتتم محاسبه واضحه جدا لما سوق. اذا النادي فكر يجيب راعي ويجيب مسوق، والله هل من حقه؟ هو شوف فنيلته دي حقته. فنيلته دي حقته اصل النادي كل شعاراته واشياء. الكم حق الاتحاد، الكمين تبع الاتحاد العام. فيه شعار الاتحاد او فيه الشعار كله، فيه اللوجو فيه الشعار فيه كله. هم ناس الانديه الان مشوا معانا، مش انا بقول لانه ما في حاجه، لكن لانه بظروف البلد احنا بنفتكر جبنا الحاجه الاحسن الان. قد اخواننا في الهلال المريخ يكون عندهم رؤيه ونحن احترمها جدا ومتناقشين معهم. او الشركه ذاتها عندها سعه انه تسمعهم. فالمساله ماشيه في ود عالي نحن والشركه والانديه. لسه ماشيين في التفاصيل وفي ماشيين في التفاصيل وماشيين بصوره انا بفتكر جميله. وهم مش معناها خانعين لما نقوله نحن، لكن نحن الراي والراي الاخر، ودي احسن برضو انا اشاده هنا بالشركه. شركه محترفه تعرف ماذا يحدث. طيب السؤال الاول في بعض المداخل، ما الذي جعلكم توقعون هذا العقد؟ هو لانه العرض الافضل او الميزات الافضل او التفاصيل الافضل مع هذه الشركه؟ طيب لماذا اخترتوا هذه الشركه؟ طيب دون عن بقيه
صراحة كنا عايزين نهبش ملف الرعاية. وأنا أكون معك صادق، كنا أنا ما عندنا اعتقاد بأنه في شركة حتجينا مبلغ كبير كده. فطرحنا المسألة للشركات السودانية وقلنا العالمية لو قدمت في الجرائد وبكل شفافية. السودانية جابت 30 مليون، أخواننا في الملاعب جابوا 31.5 لليوم للموسم. فوجئت بأنه الشركة دي مقدمة 750 ألف دولار للسنة، ومشترطة شرط واحد إنه هي تأخذ 4 سنة مدة الاتحاد الموجود. مدة الاتحاد. وقلت بعد ما دينا الموافقة المبدئية أنا سافرت لهم في مصر. طيب قلت لهم ليه أنتوا عايز تأخذوا 4 سنة؟ قالوا لأنه إحنا بنأسس في السنتين الأوائل وبعد ذاك بنربح ونحن تجار. الفكرة تجارية. بعد سنتين ممكن يكون لو أسسنا عمل ممتاز ممكن يكون في ربح. أيوة وبنعمل بنية في الاستعداد. فبالتالي عندنا الرغبة دي. فأنا صراحة كنت بتناقش مع أخواننا وبالذات أخونا محمد عمر لأنه كان المتعاقد السابق. فتناقشنا معه محمد عمر قال أصلا طالما في كلام زي ده ده اللي صالح البلد ودي حاجة كويسة يعني أدانا الأدفايز الكويسة لأنه نحن نمشي قدام. في النهاية ده عرض يعني. عرض وهو قال ده ما أنا هو ما بيقدر عليه. طيب في كثير من الأحاديث وما يدور في أذهان المشاهدين وفي الجروبات وفي كثير من الأشياء عن دخول هذه الشركة، عن تأسيس هذه الشركة، عن تاريخ تأسيسها، عن جنسية هذه الشركة. يعني هل الاتحاد مع الشركة كيف تعاملتم مع هذه الاستفسارات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ومع هل هذه الشركة البعض يتحدث عنها حديثة التكوين، وربما هذا وضع بين قوسين بعض الاستفهامات، شركة تكون في 26 أكتوبر وتتقدم مباشرة لعرض للدوري السوداني، كيف تعاملتم مع هذه الاستفسارات وهذه التساؤلات الموجودة المطروحة في الساحة السودانية؟ نحن عندما طرعنا العرض في الصحف اليومية السيارة وجاتنا العروض زهنا بعرض هذه الشركة صراحة بهذا المبلغ الكبير. طيب اللجنة مكونة قررت إنه يعني لو يتقدم عطاء عادي أنت طوالي فرستة تدي الجهة. قالوا لا نحن ندي موافقة مبدئية ونتواصل مع الناس دي في عناوينهم الموجودة على الورق ونطلب منه منه حنزورهم. تمام. عشان زرناهم وجدنا أول حاجة رعاية الدوري المصري. هم رعاة للدوري المصري ب 98 كم كده جنيه مصري. يعني مبلغ خرافي. 98 مليون مصري. مبلغ كبير يعني قريبا تذكر 6 مليون دولار 7 مليون دولار. نفس الرعايه اللي قدموها لنفس الرعايه. لا انا قصدي مش في المبلغ لكن في نفس الفكره. نفس الفكره. بعد ذاك برضه مشينا معاهم يعني الاتحاد المصري. وجدنا انهم ناس عندهم وجود. بعد ذاك ادونا من الشيفون تعاقد مع عده جهات في ليبيا كفتره سابقه. الان شغالين مع الكويت. يعني ما شركة أسست في 26 أكتوبر؟ لا ما 26 أكتوبر، هي المعلومة خاطئة. هي تأسست في السودان حاجة اسمها تقديم مملوكة للشركة بتاعت كابيتال. هم يعني حسب كلامهم إنه بيسجلوا قبل ما يقدموا لأي عرض. يعني بتجي تسجل في البلد شركة سودانية. سودانية؟ أيوة. تابعة للشركة مالك لأداك مملوكة بشروط ومواصفات شروط العمل السوداني التجاري. السودان ما بنتدخل فيه. تمام. نحن الكلام ده أصلا ما بنتدخل فيه. جينا لقيناهم مسجلين سألناهم عناوينه قالوا تعالوا في مصر. مشينا مصر قعدنا معاهم لقينا حاجاتهم كلها واضحة. أنا ما لقيت السبب يمنعني. الشيء الثاني هم كانوا مقدمين عرض إنه يدفع كله 90 يوم. أنا كنت مشيت كمفاوض رفضت 90 يوم شريط إنه يدوني مقدم. فمن صناع النقاش تكسنا لا يدوني مقدم في العقد 10% مقدم عقد. وكنت حسبت 10% اللي لقيتها قريبه للعروض اللي عندي هنا دي 10%. ايوه بس فقلت يا اخي انا اخذ 10% عند توقيع العقد واخذ كله 90 يوم مبلغ. ما بكون خسران حاجه وبكون خط التجربه. ونحن بصراحه في الاتحاد السوداني الان حريصين على خوض تجارب احترافيه.
ونتمنى انها تنجح. فنحن حسي في بدايه الاشياء، لكن احنا ما خسرانين لانه ما جينا لقينا حاجه موجوده. طيب هل للشركه، حتى يكون المشاهد، هل للشركه اي ارتباطات مع مستثمرين سودانيين، مع شركات سودانيه، مع جهات سياديه سودانيه، مع شخصيات سياديه سودانيه، وايضا رشح في الانباء هذه الاخبار؟ ونحن نضع على الطاوله كل ما يدور في اذهان الناس. اول حاجه لحسن الحظ نحن الليله كان زارنا السفير المصري في السودان وتحدثنا فيما يرد في الاعلام والاشياء. طبعا في بعض الاخوه في الاعلام روجوا انه الشركه بتاعت جهاز الامن المصري يعني يروجوا، لكن انا في السودان ده لو استنيت كل زول يروج بفشل. فانا علي بالحاجه اللي قدامي، يعني انا ما مسؤول طالما الورق صحيح والاجراء صحيح وبتدفع القيم المتفق عليها والعقودات ملزمه بشروط الجزائيه، وانا علي شروط جزائيه، هم عليهم شروط جزائيه، يعني ما بمشي للبعد اطول اعلى الان، لانه الاستفتاء عن حاجه ذاته ما في سبب له، ما هو الا يجي يفشل معي في حاجه. لكن انا زول حسن النيه قدم لي حاجه، ارتضيت الديو، اشتغلت قانوني، وديت الجرائد، يعني وجاتني شركه، جاتني شركه سواء كانت تابعه لمؤسسه عسكريه او امنيه. الان انا متعاقد مع الساطع او استخباراتي. انا الان متعاقد لترحيل الساطع، اقول لدي شركه الجيش انا حاجه مختلفه، انا ما سياسي، انا سياسي كشخص، لكن برنامجي في الاتحاد ما سياسي. ما ربطت السياسه مع الاتحاد؟ لا لا، انا هناك اتهامات لكم، يعني لا لا، انا انه في خلط مع طبعا ده كلام خطير يا سعادتك، لو مشينا فيه بتحصل كارثه في بلدي. كفايه ما هي الكارثه؟ نعاني من السياسه. الان نحن بلدنا الوضع اللي انت فيه والوضع الحكومي تحدثت عنه في مقدمتك. يقال انه اتحادكم على تواصل، يعني خلينا نتكلم عن المساله السياديه، وهذه في نوع البعض يرى ان الاتحاد مثلا باستقلاليته من الفيفا وبكل ما يتحدث عنه من الطرف الثالث، ولكنه في كثير من الاشياء يرتمي في حضن الساسة، في حضن القادة، في يعني كانما المساله فيها بعض التواصل غير المفهوم للناس. ما حقيقه هذا الأمر؟ طيب نحن تربطنا علاقه حميمه بالسيد نائب الرئيس، وهذه العلاقه نشأت من علاقتي أنا الشخصية به. نحن طيب أنت بقيت تخلط العام بالخاص؟ لا طيب. نحن احتجنا طبعا السيد محمد حمدان دقلو، أنا حييه من هنا وأشيد به، ما له في الكورة ذاتها، لكن تهمه قضايا السودان. أول حاجة نحن مشينا له بها قبل ما نخش الاتحاد ذاته اللي هي احتجنا لطائرة لفريق من الفرق، ومشينا يعني طلبنا الطلب ده، وهذا الطلب حققوا لنا. ما كان عندكم اموال انتم؟ ما عندنا اموال ولا لقيتوا الخزينه؟ ما في، اللي هو اخواننا في اهل مروي بعد ما فزنا مباشره. طيب فبالتالي هذه العلاقه نحن سودانيين. بعدين انا ليه يعني اساغ لانه ما اكون عندي علاقه بالدوله؟ انا ما كيان موجود الفيفا وحاجات غايبه. انت تتعامل مع كل الشخصيات في الدوله؟ أيوة. مدنيه وعسكريه، ايوه، وغيره بنفس اتعامل رياضيا بنفس المسافات. طيب بالرجوع لسفرك للقاهرة، تحدثت الأنباء عن أنه لديكم حساب أصلا مفتوح في القاهرة، ومع ذلك عملتم تفويض بفتح حساب جديد. هل هذا متعلق بأموال هذه الرعاية؟ هل في ما زال مشاكل في التحويلات مثلا وفي وصول الأموال بعد أن تعقد المشهد في السودان؟ ما الغرض من فتح حساب جديد؟ طيب. إذا كان طيب نحن لم نجد حساب، ما في، لم نجد حساب خارجي، واتصلنا بأخواننا في الكاف وعندنا معاهم مبالغ متراكمة تبلغ 1,060,000 دولار. طيب ما هي الكيفية لوصول هذه المبالغ السودان؟ فقالوا يا جماعة احنا ما بنقدر نحول لكم، لسه السودان ما خشى يعني رفع العقوبات لدرجه انه نحول لكم. طيب الهلال والمريخ سبقونا في هذا في بنك البركه، استعنا بمعلومه اخواننا في الهلال والمريخ، لكن كيف نفتح حساب؟ وجهونا بانه نكتب لوزاره الشباب، كتبنا جواب لوزاره الشباب
وافقت وقالت ودوه الخارجية واستغنى في الشباب واستغنى في الخارجية مشينا فتحنا الحساب. هل نخلي الأموال بتاعتنا دي أو بتاعت الاتحاد مش بتاعتنا كأشخاص نخليها يعني ما تجينا وما تفيدنا وما نستفيد منها عشان نحن يعني نجبن من فتح حساب خارجي؟ طيب نحن عرضة للمحاسبة في أي وقت، وعندنا المراجعين وعندنا المراجعة الداخل، نحن ما عندنا حاجة ده السنة، نحن شفافية عالية وما عندنا يعني بروجية وفي الإعلام المناوي لنا ده نحن ما بنشتغل به. هو مناوي ولا يعني هل الإعلام منقسم يعني إعلام معاكم إعلام يعني دلوقتي؟ نحن أنا بفتكر إعلام أغلبه معانا ونحترم الإعلام، بفتكر البلد فيها إعلام ممتاز وتجالسنا معهم كثير. طيب على ذكر هذا عدم وجود حساب أو تفاجأتم ما في حساب، اليوم تمت عملية تسليم وتسلم وكان في مؤتمر صحفي للسيد نائب الرئيس الشؤون القانونية وكذلك السيد سيف الكاملي، هنتابع المحطة وحنجي نسأل عن ماذا وجدتم في قصة التسليم والتسلم خاصة فيما يتعلق بالعديد من الملفات. خلينا نشوف مع مخرجنا ونرجع إن شاء الله نتواصل. الغرض من هذا المؤتمر انه الاتحاد السوداني في اجتماعه الاول بتاريخ 14/11 كون لجنه للتسليم والتسلم وحصر الوصول، وده اجراء بيبدا في اي مؤسسه تنتخب او تعين بتستلم من الجهه اللي قبلها. ونحن دارين نقول يا جماعه نحن امه لا تلعن سابقتها. الاتحاد السوداني السابق عنده إسهامه وعنده دوره وعنده نجاحاته وعنده صفة تعاقبية اللي بيمشي فيها ما كان هنالك من نجاح فيستمر فيه المجلس الجديد، وما كان فيه إخفاق يجب أن الناس تذلل هذه الإخفاقات وتمشي لقدام. كونت اللجنة برئاسي ونفر كريم من أعضاء مجلس الإدارة، وباشرت اللجنة أعمالها في اليوم الثاني مباشرة. أعضاء اللجنة مسؤول الأمن بالاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس القوة الشرطية الموجود، وكان التسليم معانا الإخوة في مكتب الإعلام حتى أن الناس تكون شهود على ما تم استلامه. كان أنه أي حاجة إحنا بنستلمها كنا بنوثقها في حينها في انتظار أنه اليوم ده عشان الناس تشوف نحن استلمنا شنو، وبعدك الناس لما نحن نمرق من هذه الدورة الناس تحاسبنا بأنه نحن عملنا شنو. ما يلي المنتخبات هي نحن في التسليم والتسلم ما استلمنا أي حاجة عدا الزي اللي كان موجود شاركوه في البطولة وكانت مرنوا بيه والناس. نحن المنتخبات وموجوع وشنط سفر، حتى لما جاء أخونا برقو جمع الجهاز جاب المدير الفني السابق للمنتخب الوطني محمد كمال وحسين الياس المدير التنفيذي، وجلسنا جلسة سلمنا العربات هي عربتين بمجهود جاب من الغصر للمنتخبات الوطنية الآن موجودات بحوزتنا كلجنة منتخبات وطنية، واستلمنا في المخازن لقينا كل الملابس الخاصة للمنتخب هي ما موجودة. استلمنا زي في فرنسا تم من الاتحاد السابق شراو للمنتخبات الوطنية عبر شركة عالمية بوصل الاتحاد الأماراتي. نحن بعد استلمنا كان مفروض نلعب البطولة في الكاميرون، حولنا قروش الترحيل $5,000 عن طريق المدرب في لود والمترجم، ويمكن جانا استلمناه بعد المنتخب جاء من الكاميرون، وده الشيء خلانا اضطرينا نشتري زي للمنافسة كاتحاد سوداني. الآن الزي موجود في مخازننا عبارة عن زي كامل لكل منتخباتنا الوطنية، أكثر من 8 أطقم كاملة هي الآن في مخازن الاتحاد السوداني في مخازن لجنة المنتخبات الوطنية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام. هذا كان الجانب من المؤتمر الصحفي للتسليم والتسلم. سي طه، ما الذي وجدتموه في هذه التفاصيل، تفاصيل التسليم والتسلم؟ تحدث عن زي للمنتخب الوطني، وتحدث عن عربيتين، وذكر أنه كانت بمجهود مع القصر وملابس، ويعني من خلال الصورة الكاملة في التسليم والتسلم ماذا وجدت؟ طيب، نحن لا نسعى إلى تشويه الآخرين، لم نجد الكورد، ما في ريكورد، نحن لا نعرف ده هو الأصل الحاجل فيه ولا في حاجات تانية نحن ما عارفينها. ما يقدم لكم مستندات مثلا سلمكم؟ ما استلمنا حاجة. الآن أديك مثال، في إذاعة موجودة عندنا في المخازن، إذاعة كاملة، الأخ برقو في أول اجتماع كان بيني وبينه قال إذاعة دي حقته. الآن أنا طلبتها، يعني أنا كاتحاد ما بحتاج أثبت ملكيتي لأنها موجودة عندي، لكن الأخ برقو مسؤول إنه يجيب لي مستند عشان لو هي مملوكة له كشخص أسلمها ياهو ودواليك. يعني أنا ما عندي ريكورد أو تسجيل لمملوكات الاتحاد. الآن نحن هذه البداية، وافتكر لسه بداية ضعيفة أنا، هي في شأن نكون عندنا أشياء مسجلة مملوكة للاتحاد، يعني في حاجات كبيرة مثلا زي المبنى بتاع الاتحاد في شارع البلدية، مثلا القطعة بري في مملوكات الاتحاد، في 19 عربية، ده كله موجود مملوك الاتحاد. لكن هي 19 ولا 31 أنا ما أعرف، يعني ما أعرفها في الأصل، هي كم؟ ما عندي ريكورد، ما عندي ريكورد، يعني أنا يا دوب دار عملت تسجيل. يعني أنا بتكلم عن استلمت عربيتين؟ لا، العربيتين دي بتاعت الفريق القومي، دي حاجة مختلفة، دي مختلفة، دي هدية الرئيس ونحييه ونحن من هنا واستلموا أخواننا في الفريق القومي الأول، وبعد ذاك سعينا معهم استلمناها برقو، ما عندنا مشكلة فيه. ما عندكم واحدة ناقصة؟ لا، العربيتين دي معانا، لكن طيب. الاتحاد فيه 19 عربية بالعربيتين دي، فيه 19 عربية، نحن لقينا 17 عربية في بص أدونا ياهو برضو أخواننا في جهاز الأمن، لقينا موجود برضو نشكرهم، بص الفريق القومي ولتحركاته. فنحن الآن هنسجل الحاجة اللي عندنا، وحنسعى إنه بمرور الزمن نشوف لو في حاجة إحنا ما استلمناها. لكن التسليم والتسلم ده ما كان في ذول قال هاك استلم ده وده ما في. لماذا لم تطالبوهم ما في مطالبة؟ ما في مطالبة. نحن الآن هو ما سلمك طيب، لا أنا دار أشوف لقيت شنو. أنا ما في ذول جاني، أنا ما حسي يا دوب الليلة هم طلعوا في المؤتمر الصحفي اللجنة، ودي لجنة مكونة بالمناسبة، رسلوا تطرح إحنا لقينا شنو. لأن لا نتحدث عن مطالبة أحد أو نقول دي ما في أو دي ما في، ده ما موضوعنا. موضوعنا الآن ده اللي لقيناه. يجي زول والله كان عنده طير في الاتحاد يقول والله كان في كده، وهنا في زول عنده ريكورد يظهر. الآن نحن الحياة اللي لقيناها طرحناها للعامة، دي الحياة الموجودة في الاتحاد السوداني بكل شفافية. ما 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 في توثيق للأصول مثلا؟ ما في، يعني عشان تجي جمعية عمومية تحاسب مجلس الإدارة ما حتعرف اللي عندك واللي لقيته؟ ما في دفتر، ما في توثيق، ما في. طيب، على خلفية الخلاف الموجود بين أعضاء الجمعية العمومية، هناك اتهامات وصلت للاتحاد بأنه اتحاد تعامل بعنصرية وأبعد اتحادات دارفور وعاقبها، وبالتالي في جلسة أو في وقفة احتجاجية قبل الجلسة الخاصة بالاتحاد يوم السبت في دار الشرطة، وأعتقد أنه هذا اتهام خطير عندما تتهم بالعنصرية، وأنك يعني تسمح اتحادات الشمال والوسط وتتعامل مع اتحادات دارفور بهذا الشكل، وأصلاً إحنا ما ناقصين، يعني أنت عارف الوضع السياسي كيف. أول حاجة، من حسن الحظ أنا من شرق السودان ومن أكبر المهمشين، كله مهمش، الشمال مهمش، الوسط، يعني تربطني علاقات حميمة بأخواننا في غرب السودان. نعم، لكن سافرت مجموعة هي مشت في خط وبنت جسم موازي للاتحاد السوداني وعملت نشاط في مدينة كسلة، طوالي باللوائح الممنوع باللائحة، هذا النشاط باللائحة، ده جسم موازي. طيب، لماذا عاقبتم الاتحادات ولم تعاقبوا الاتحادات؟ طيب، هنا جاء اتهام العنصرية. لا، أنا حوريك أساسا نحن الفكرة هي ما المعاقبة في حد ذاتها. طيب، في ناس كتبوا خطابات واعتذروا عن هذا السلوك، أنا ما عاقبته، انه انا غلطان وكذا. أيوة، سالته انت موجود عندنا. ما سالته، انا وصلتني خطابات، والدليل على كده انا فزت في الجمعيه في الانتخابات ب 29 صوت مع اخونا ابو القاسم تعادل، واخواننا الفازوا ب 30 31. الان الجمعيه يوم السبت
الاتحاد السوداني حيكون معه 42 شخص بتحولوا يعني معاكم في ناس عايدين. طيب انا زول عايد عاقبه ليه؟ هل الفكره هي العقوبه؟ مش هي مساله فيها استقطاب يعني القانون يجب ان يسود على الجميع. معاك ولا ما معاك؟ انت اخطأتها. انت اخطأت. طيب كلهم اخطأوا اول مره. جبت لي ما يفيد انك انت معتذر عن هذا السلوك. وفي واحد بيقول هو السلوك ده وحيعمل له وقفه يوم السبت. يعني دي الحاجتين لازم لماذا لا تكون الاليه آلية قانونية يعني عبر لجنة انضباط وهو يستأنف؟ لا 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 نحن نشتغل القانون ده كله بالقانون. أنا ممكن حتى أحكي لك على السجية لكن هو بالقانون. نحن أصلا في لجنة من خلال اللجان القانونية. أيوة اللجان القانونية. نحن أصلا ما نتدخل. أنا كرئيس لا أتدخل في عقوبات، لا أرفع عقوبة لا ترفع علي الحاجة. بعد ما يجي الزول يكتب يقول هو معتذر عن هذا السلوك. أنا بفتكر إنه نحن ما في محكمة، نحن في مرحلة بتاع التأسيس. لكن ما استهداف لاتحادات القارة؟ ما في ده. الشيء التالي المهم الدلنج أنا كنت فيها. أخواننا في نهلة معانا، أخواننا في كادوغلي معانا، أخواننا يعني الغرب ده يعني هل الغرب ده هو جنينة؟ الآن الاتحاد اللي ما في هو الجنينة فقط الاتحاد جنينة؟ جنينة أيوة من ليطة الوقف بظروفه اللي رئيسه دكتور حسن برق. أيوة يعني القصة دي الآن الدكتور سايقنا لدخول في شغل بيشتغلوا السياسيين. طيب على ذكر السياسيين في شكوى لرئيس مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة، ومتى يتعلم الوسط الرياضي بأن يحل قضاياه بالطرق القانونية بعيدا عن هذه الشربكة السياسية؟ يعني عندما تحل القضايا في القصر دائما قضايا الرياضيين يطالبوا بالديمقراطية وبأهلية الرياضة، وفي أول منعرج يلجؤون إلى القصر. هذا سلوك مرفوض جملة وتفصيلة. الاتهام بالمناسبة هو وأنا أقول لك على الملأ، أنا تحكمني قوانين الفيفا، أنا أحترم سيادي وأحترم رئاسة السيادي، لكن أصل السيادي لا يتدخل في هذا العمل. والسيادي مسؤول من جانب سياسي من أمن البلد من أشياء نحن نحترمه فيها جدا. لكن لا أعتقد عايز يدعم كتر خيره، ما عايز يدعم لا لكن أيوة لكن ما هو عنده الحق يتدخل معي في هنا. أنا عندي ضابط، أنا عندي محكمة اسمها كاس. طيب هل الاجتماع هذا لتصفية لجان الاتحاد السابق؟ هل هذا الغرض الأساسي من اجتماع نادي الشرطة؟ طيب أنا داري أتكلم عن اللجان في شرح لأنه الزمن ضغط. طيب أنا أشرح لك. هذه اللجان مربوطة بعمر المجلس ومدة المجلس انتهت. المجلس انتهى. الشيء الطبيعي ليس استهداف للجنة الأخلاقيات التي لا عاقبت. نحن حنستهدفها بشعورنا نحوها، لكن لا تستهدفوها. لا نحن حنستهدفها كشعور ما مرتاحين له. أنا مزول أمين. أنا ما بكذب. استهداف ولا بتطبق القانون والإجراءات الصحيحة؟ لا لك أنا شعوري. أنا أتكلم لك عن حاجة مهمة جدا. لكن ما تحسوا أنت تجاه اللجنة؟ أحسوا تجاه اللجنة بأنه اللجنة ما مضبوطة. أنا ذي إحساسي. لكن ده لا يديني الحق في أنه أنا أحل حاجة القانون ما بحلها إلا بالجمعية العمومية. لا أنا حسي من حقي اللوائح واضحة والنظام الأساسي واضح. أنا بجمد هذه اللجنة إلى أنا وديها الجمعية العمومية. الآن اليوم كان في اجتماع مجلس. ماذا عن قرارها وماذا عن المستندات التي قدمت لكاس؟ لا تسوى الحبر الذي كتبت به. طيب. بعد الحل بعد التجميد ما لا تساوي. يعني هم قد يكون عندهم رؤية أنا ما أعرفها فليذهبوا إلى كاس. طيب ما متوقعين قرار من كاس في أي لحظة؟ وكاس ذاتها يعني الليلة جابت خطاب. ما هي تفاصيله أو أبرز خطوط؟ تحدثت عن حل شويدي بين كل الأطراف. لكن أنا إن شاء الله يوم الاثنين بنكتب لها نشوف يعني رؤيتها في الحل الودي شنو. يعني الآن نحن ما حنتخذ قرار في حاجة موقفينها، لكن حنقول ما هو الودي الذي طرأوا كاس. يا جماعة كاس دي أعلى هيئة حتى على مستوى مثلا الرئيس ونائب الرئيس وهي تتحدث عن لا دي براها، دي حاجة تانية، دي قضية مختلفة. لا دي قضية مختلفة ما فيها جديد. هي كاس بتجيب بتقول إنه حلوا المسألة الودية، والحل الودي ذاته اللي يعني كبار ونحن السلطة الشرعية. هذا يعني أنها لم تقبل بقراركم بالتجميل؟ لا تطلب مني أنا مع الكاس دي تقول لي يا أخي أنت كده حاول حل مع الزول ده. هو رجاء وليس أمر. أنا هأكتب يوم الاثنين إن شاء الله، طبعا السبت الأحد ما في اتصالات. يوم الاثنين هأكتب أقول لهم وروني رؤية للحل ده قانوني
اللي هو النظام الأساسي بيقول لي كده والفقرة كده بشرح. وأنا استخدمت حقي. أنتوا وروني رؤيتكم، أنا بحترمهم، دي على سلطة في الكورة ما عندي فيهم كلام، لكن هستفسر، هيكون بيني وبينهم في مكاتبات بعد ذلك لو في أي زول عنده حق يأخذه. طيب حتى يأتي الحل هذا، مصير القرار اللجنة غير محترف فيه فيما يخص الرئيس ونائب الرئيس. ثاني سؤالك ما فهمت. يعني ما دام في اتجاه لحل ودي، يعني لسه المسألة لا أنت الرئيس ونائب الرئيس ما تخلط. لا لا مش قضيتهم في كاس قرارات اللي خرجت من اللجنة دي اللي انت بتعتبره انا بعتبره ما عنده قيمه حتى مع وصول خطاب كاف، حتى وصول كاس انا ما في توجيه، انا الكلام ده اصلا ما دخلت فيه. نعم نحن يمكن في سؤال برضو فيما يخص تنظيم مباريات هلال مريخ، يعني في فقره كده اشارت انه الشركه من حقها ان تختار، وفي حديث بانه هي ستكون ربما في ملاعب خارج السودان، يا ريت توضح لنا. طيب اول حاجه هذه المنافسه بتاعت هلال مريخ صاحبه الكاف، نحن كاتحاد جهة رقابية وميسرين ونقوم بدورنا. لا في دوري، فيما يخص الدوري، في الدوري مباريات وفي الدوري. لا مباريات عادية حقت الشركة فيما يخصني أنا من الرعاية، ما يخصني أنا والهلال والمريخ بيبيع حقوقه اليوم وما اختلفنا مع هلال المريخ. يعني يمكن أن تلعب في 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 الملعب أو الشركة تقترح على هلال المريخ أن تنقل. لا تقترح. لا تختار هلال مريخ تلعب في وكيدا زي ما طلعت في البرنامج بالقرعه. الشركه عندها حاجات بتجي تعملها. نعم في توافق بيننا وبين الهلال والمريخ. نعم نعم الاسئله كثيره والجمهور يسال والمخرج محتج ومسؤول البث محتج. ليه ما تجي؟ يعني الزمن. انا اشكرك جزيل الشكر على هذه. خيرك استاذ العريس. نعم. وانا شاكر لكم في الثانيه 24، ونتمنى انه يعني هذه القناه يعني ولدت باسنانه ان شاء الله يعني تنجح وتقدم لنا بالذات في الرياضة، لأنه محتاجين لجهد كبير. أنا شاكر ومقدر لك. نعم أنا أشكرك على هذه الإجابات على جميع أسئلتنا، وأيضا نحن دائما مع الجميع فيما يخص تطوير وتنمية وازدهار الرياضة السودانية. شكرا جزيلا لك سيد طه. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيات الفريق العامل وتحياتي، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. هذه أجمل الأمان والمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.